الراية تندفع جياد وأفراسته المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر متنافسة على هدية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات سيارة فورد فيوجن موديل 2015 انطلاقة سريعة يبدأها ستير أباوت باللورا ديسن مع إدغار يانغويز هو صاحب الصدارة صاحب المركز الأول ناوس بان ابن هارد سبين مع عبد الله خزرجي في المركز الثاني جاهز ابن موردان ريدي مع لويس موراليس في المركز الثالث في المركز الرابع بريس أوف ذا بريف ابن أوليسيف كواليتي مع محمد إدهام في المركز الرابع والمرشح باتل فورس ينتظر في المركز الخامس ابن جاينتز كوزوي مع إليكسيس مورينيو تطابق على صدارة هذا الشوط تحاذي ما بين نوسبان وكذلك ستير أباوت يتقدم الآن مع إدغار يانغويز في المركز الأول المرشح قادم من الخارج باتل فورس ابن جاينتز كوزواي مع إليكسيس مورينيو مع اقتراب جياد وأفراس المستورد من المنعطف الأخير ستير أباوت يعاود انتزاع الصدارة في هذا الشوط مع إدغار والخط المستقيم ستير أباوت يتقدم من الداخل والمحاولات جارية من باتل فورس ابن جاينتز كوزوي مع أليكسيس مورينيو يتقدم باتل فورس وكذلك ستير أباوت إلى الصدارة والمركز الأول مع إدغار يانغويز باتل فورس يحاول ستير أباوت يذهب إلى المركز الأول وهدية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات لستير أباوت لسعود حلاف علي الحربي.